السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم How to simulation control on the storage project in case study أو in your study area dams or reservoir. يعني كيف أنت راح تنمذج مشاريع السيطرة والخزن الموجودة بمنطقة دراستك، سواء كانت reservoir خزانات فقط or dams بشكل كامل. شنو نقصد بيها؟ احنا خلال منطقة الدراسة نلاحظ هذا الريج الخاص بينا وهي التفرعات والرتب النهرية مثل ما نلاحظها كاملة، لكن هذا النهر يمكن يكون في الـ في الـ في العقود السابقة جدا السيرفس رانوف او في انهار قليلة جدا حول العالم. السيرفس رانوف هو عبارة عن كمية المياه المتجمعة اللي تجيني فقط الى داخل النهر من السقيط حسب الدورة الهيدرولوجية الهيدرولوجيك سايكل. احنا من نعرف ان الماء يصعد يتبخر، يعني نعرف لازم الدورة الهيدرولوجية ينزل الماء يمر بعدة مراحل، اما انفلتريشن او اذا يكون نتح اهواي امور اخر اكو فد كمية يسمونها السيرفس رانوف، يختلف عن البيس فلو الدايركت فلو. هذا السيرفس رانوف هو اللي يمثل السيح السطحي اللي يجري داخل الانهار والبحيرات البوند انيثينج. يعني هنا حاليا بالمشاريع الموجودة حاليا خلال الريج ما أقدر أو خطأ أنه أنمذج على أساس أنه كمية الماء الواصلة إلى النقطة اللي أنا أريد أحسب بيها كمية التصريف، يعني هي نفسها أنه فقط تجيني من السقيط. هذا يعني شيء خطأ. ليش؟ لأن أكو يعني مثل ما نسميها بحيرات صناعية اللي هي الخزانات أو السدود، هاي راح تحجز الماء خلفها هنا. فمن راح تحجز الماء هنا خلفها راح تسبب بعمليات مثل ما نقول يعني بصورة يعني أعمق أنه راح تسبب بعمليات تدفقات. يعني هسه هاي كمية الماء اللي تجيني منها ما يتحكم بها فقط السقيط وإنما تدفقات هذه الخزانات الموجودة هنا. فأكو بالأركسوات يعني فد يعني بارت خاص بانه شلون اني انمذج الريزرفوار. اول خاصيه انا لازم احدد هذه الخزانات على منطقه دراستي وين موجوده. تقدر تراجع المحاضره السابقه انا معرفه بها بالضبط شلون اسوي الدامست بالضبط بالتفصيل الكامل، شلون اني احدد نقاط البيانات او الخزانات او الريزرفوار الموجوده على منطقه الدراسه. هسه لكل خزان الى لاتيتيود ولانجيتيود وكذلك اسم سد بيرجك سد تشرين سد الطبقة إلى أن أوصل السد اللي أريده أنا هو سد حديثة. فهسه من أكمل هاي الخطوات الأولى الخاصة بالأركسوات اللي هي السوات بروجكت الووتر شيد دلينيشن الهيدرولوجيك ريسبونسي أناليسيس وأدخل الانبوت داتا الخاصة بالوذر أروح أسوي إيديت قبل الران أسوي إيديت للسوات انبوت. إذا حسب شنو عندي؟ عندي بوينت سورس، هل عندي إنه هذا النهر أكو فد نقطة تغذيه معينة كأن يكون بئر توازي، نقطة من نهر ثاني تربطه تغذي هذا النهر، فد قمة جبل جليد تذوب خلال فترة معينة، فهاي تعرف شلون تنمذج البوينت سورس ديسشارج أو أكو إنلت ديسشارج. هذا بالضبط هاي البوينت سورس ديسشارج الإنلت ديسشارج اللي يريد يفهمهن أكثر يدرس الأوبن شانل، يعرف أكو فصول اسمها اللاترال ديسشارج ولا سب ديسشارج انه ينأخذ. فتقريبا موجودات كامل بتشاو او سبروماني. نجي على الريزرفوار، الريزرفوار هو هذا راح انمذجه يشمل لي سواء سدود او ريزرفوار، تمام. هسه انا من اختاره راح يقول لي اختاري هسه بدين تبلشين بنمذجه يا سد اللي ضمن هسه انت عندك هنا للسدود انتم خليتهم ضمن يا سد تبدين تنمذجين اللي ضمن السب بايزن 8 لو سب بايزن 5 لو سب بايزن 9. طيب انا شلون اعرف؟ شلون اعرف اني؟ فهسه شو اسوي؟ اروح اختار هذا الخيار اسمه ايدنتيفاي. بعد ما اختاره اروح على اي سد، مجرد ما اضغط عليه هذا لاحظ هنا هسه انا ما ضغطت على السد، هنا اضغط على السد هذا هنا تضغط على السد يعطيك المواصفات مالته الدام نيم الفرات دام او سد الطبقه او سد الثوره اللاتيتيود الخاص بي واللانجيتيود الخاص بي وكذلك ينطيك السب بايزن، تمام عيني؟ يعطيك بالتفصيل الكامل يعني هذا واقع ضمن اي سب بايزن وهذا ضمن اي سب بايزن. هذا هنا نلاحظ هنا هسه يعطيك السب بايزن مالته خاص بي هنا كذلك اي سد اي مو فقط كسد اي نقطه تريد انت تعرف مواصفاتها اللاتيتيود اللانجيتيود ويا الواقعه
تروح مباشرة تختارها وتحدد، تمام؟ بس تفعل هذا الخيار، تروح على السد الخاص بك انت وين تفعله، تمام؟ يعطيك المواصفات، هنا تلقى كلمة صب بايزن الفاو سويل. هسه هنا بدي افعل على الفاو سويل، هسه هنا اني، فهسه هنا أنا هذا على السد، يعطيك المواصفات الخاصة بي وكذلك البيزن، مجرد يحتاج شوية وقت. هسه راح يعطيك البيزن. انا هذا السد مالتي السدود كثيرة، فراح انمذج اكبر سد يتحكم باطلاقات السدود، يتحكم باطلاقات المياه نسبة لمن؟ الى المنطقة اللي انا اريد اوصلها. فانا هنا عندي هو اكبر سد واهم سد هو سد الفرات او سد الطبقة او سد الثورة، فهذا واقع ضمن الصب بيزن 8. فمن اروح اقول له ايدي تسوات، اقول له ريزرفوار، يقول له ضمن اي صب بيزن؟ راح اقول له 8. اوكي، هسه راح يعطيني هاي القائمة، اقول له ادت فاليو حتى تتفعل. عندي 3 خيارات لازم امنيهن، وبعدين اقول لهم سيف، يلا انتقل، او اضمن انه انا سويت سيموليشن كامل للخزان او السد اللي انا اريده. اول شيء مواصفات الخزان او بيانات الخزان هي الريزرفوار داتا، تشمل لي خواص الخزان، الريزرفوار كاركترستيك، وكذلك الريزرفوار مانجمنت. هذا الشيء مثلني لازم اني امليهن بالتفصيل. وبعدين تنتقل للخيار الثاني، يطلب من عندك الاطلاقات الشهريه بشكل عام، يعني افريج، تنطي الماكسيموم، يعني بدون اي سنه معينه، الماكسيموم من جانوري الى ديسمبر، او تنطي المينيموم، او تنطي المانثلي تارجت، يعني نسبه المتوقع اللي انت راح تخزنه، او تنطي التجميعي او المستخدم. فانت يا اهل متوفر عندك تقدر توفره له وتنطيه هنا بشكل افريج. البارت الثالث بعد ما تنتقل، كل خيار تكمله تقول له سيف اديت، يعني بلشت بالخيار الاول كملت كل خياراته، تقول له سيف اديت، سيف لي، تنتقل على الخيار الثاني تقول له سيف اديت، الخيار الثالث اللي هو الاخير من تكمله ايضا تعطيه سيف اديت. طيب الخيار الثالث شو يمثل لنا؟ يمثل لنا اي شخص باحث او ايا كان يحاب يشتغل على الووتر كواليتي اللي هي نوعية المياه، يعني ممكن هو ما يهمه فقط سيرفيس رينوف، وانما يحتاج هذه المياه حتى مثلا يقيمها كأنه تصلح للشرب او اريجيشن انيثينج، يعني مثل ما نقول شغل اريجيشن بالضبط، انه ووتر كواليتي، ووتر كواليتي اندكس، مؤشر نوعية المياه، او اللي يشتغلون بيئه يعني يكون شغلهم مو فقط ووتر ريسورس وانا ما عنده ارتباط بالبيئه، فهذا الشيء راح يفيده كلش هواي. فايضا بعد ما تكمل تقول له سيف اذا تنقول له اكزت. هسه نرجع على اول وحده هي الريزرفوار داتا، قلنا تشمل لي الريزرفوار كاركترستيك والريزرفوار مانجمنت. الريزرفوار كاركترستيك عندي هاي كم حقل المفروض امليهم. طيب هاي الحقول بيها اسماء هنا فوق مثل ما نقول رموز، انا المفروض اعرف هاي الرموز لمن تشير حتى اقدر املي بشكل صح. فانصحكم نصيحه بشكل حتى انه تفيدكم، يعني انا نصيحه من عندي، انه الاول انت اذا كان عندك كم سد خلال منطقه الدراسه تريد نملجهم، لكل سد افتح لك صفحه وورد او اكسل، املي البيانات الموجوده الخاصه بهذا السد. يعني لاحظ انا راح اسوي هذا لصفحه الوورد خاصه بسدي اللي هو سد الفرات، اسوي ممكن خاصه بسد تشرين وحده سد حديثه، يعني كم سد عندي، حتى هاي البيانات تحفظها بهذا الملف وبعد ما نضيع من عندك. نجي على المتغيرات. هسه انا بدي اقول انه انا عندي الريزرفوار فايل سلكت الريزرفوار صب بايزن ضمن يا صب بايزن الثامن اللي هو هذا راح نشتغل عليه. شنو معنى هاي الرموز اللي هي اصلا هم موجوده هنا؟ شنو معناتها هاي الرموز؟ هاي الرموز انا انصحكم بصراحه تنزل من انترنت هذا الفايل، هذا الفايل اسمه Soil and Water Assessment Tool، Soil and Water Assessment Tool الـ Input Output Documentation Version 2012. هذا موجود قدامك هاي التفاصيل، إذا تريد تأخذ لها لقطة وتكتب بالإنترنت راح ينزل لك بشكل مجاني متوفر، واللي إنه واجه مشكلة إنه بطريقة الداونلود إله يراسلنا بالكومنت على القناة، وإحنا إن شاء الله ندزلها على الجوجل درايف. عدد صفحات البيج 650، هذا كلش يفيدك. وتقدر تروح على الكونتنت او الفهرس مالته وتلاحظ كل نقطه شنو تشمل لك. يعني فهسه احنا اذا نريد نشتغل على الريزرفوار فضروري اني اعرف معاني هذه المتغيرات، فموجودات طبعا هنا انا مت بحثهم، تروح على شابتر 29 راح تلقاهم موجودات، تمام؟ شابتر 29 راح تلقى هاي المتغيرات شارحها بالتفصيل، حتى تعرف انه انت لان ضروري هاي الام او ار شو يمثل لي. لحظه بس خلينا نوصل للشابتر 29.
هذا تشابتر 29 مثل ما نلاحظ الخاص بي اسمه اسوات انبوت داتا، بيانات من بيانات الريزرفوار. فهذا يفيدك كل شوي حتى يبين لك هاي الكودات الخاصه بالبرنامج ارك اسوات اللي هو ريزرفوار فايل. راح يطلب من عندك اول شيء تايتل، ثاني شيء ار اي اس اس يو بي شنو يقصد بيها، ويقصد بيها نمبر اوف سب بيزن. يعني انا هسه حاليا من اختاريت السد مالتي هاي هنا بهذا الخيار، اختار اللي هو صاير بعد هذا الخيار اللي هنا انا اختاريته، قال ضمن اي سب بيزن، فانا ضروري المفروض اعرف هذا الشيء هنا أنا. تمام عيني، اختار السب بيزن وكذلك تكمل البقيه. مثلا هسه شنو عندك المور ام او ار اي اس يشمل لك هو المانث الشهر اللي الريزرفوار اصبح شغال، من يعطيك من الصفر الى 12 تختار الخيار يا شهر انه انت. طيب هاي المعلومات الخاصة بهذا السد المفروض توفرها اما من مركز السدود الخاص ببلدك، او توفرها من اطروحة قديمة متوفرة مشتغلة مثلا البروبرتيز مال هذا السد، او من رسالة ماستر anything، او من بحث منشور على الانترنت، او ممكن من معلومات على الانترنت. يعني انت المفروض تعرف هذه لان هذه معلومات خاصة بالسد. فالمفروض انا ايش اقول لك انه افتح صفحة وورد حتى تحفظهن، يكون خاصات بالسد ما تضيعهن بعد هن ذن. يعني يكون ملف تسوي لك فت فولدر تسمي الدامسد، تخلي بيه بيانات يعني السدود كلمة اللانجتود واللاتيتود مالتها، وكذلك مواصفات كل سد بفولدر بالوورد افضل. حتى انه مجرد تاخذ هذا الرقم سوي لك كوبي، مثلا هسه هذا ابرل اخذه كوبي اروح هناك مجرد اسوي له بيست بالبرنامج. فهذا الشيء كلش راح يفيدك. تمام عيني، فتاخذ هاي لازم تعرف هاي التفاصيل. هاي الاي واي ار اي اس يقصد بها اي سنه تشغل الخزان، مو انشئ، لا تشغل صار اوبريشن يشتغل. هاي شو يقصد بها؟ يقصد بها المساحه السطحيه. انا ما عرفتهم من هذا الدليل، راح يعلمك على كل رمز شنو معناه، يعطيك بالتفصيل. هذا يقول لك الريزرفوار سيرفيس اريا بالهكتار، يعني اذا انت عندك الريزرفوار السيرفيس اريا بالكيلومتر تربيع حولها للهكتار، هو يريد الادخال هنا لها بالهكتار. تمام، تنتبه كلش هنا بدنا نلاحظ هنا الانيشال فوليوم الخاص او الفوليوم حجم الماء اللي لازم حتى نبني الخزان، لازم تحاول تخليه له بوحدات 10 اس 4. تمام، 10 اس 4 شنو؟ متر مكعب. يعني لازم الرقم تكتبه هنا يصير في 10 اس 4، ال 10 اس 4 لا تكتبه، هو ماخذها حاطك اياها فوق. فقدر الامكان تنتبه هنا مثلا هاي ايضا السيرفيس اريا، بس هناك للامرجنسي سبلواي، هاي للبرنسبل سبلواي ايضا بيمن بالهكتار. فضروري جدا تنتبه على الوحدات اللي فوق اللي نعطيها لك بالتحويل. هنا الكونستراكشن سيدمنت تركيز الرسوبيات بيا وحدات من الغرام على اللتر. تمام، هنا يعني حسب التفاصيل هنا الدي 50 هذا شنو الغرض من عنده حتى نعرف مقدار اللي راح يصير بيركوليشن او ريتشارج للجراوند ووتر. فاني يعني هاي تفيدنا هاي التراكيز السيدمنت يعني تفاصيل التربه. فهذني الامور وهاي الهيدروليك كونتكتيفيتي الموصليه الهيدروليكيه الخاصه بالسد او اسفل السد. تمام عيني، هاي هنا معامل التبخر مال البحيره، كل احنا نعرفه معامل التبخر مال البحيره يساوي 0.6، يعني هذا فاكتور ثابت. هذني الامور نجي على الريزرفوار مانجمنت، يمتى تشغل، يمتى الاشهر اللي ما يصير بيها يعني ما نحتاج ما يصير بيها فلات، يمتى الاشهر اللي هاي الرموز مين عرفت من هذا التفصيل. هذا الكود ضروري تنزله مثل ما قلنا من الانترنت وراح يفيدك تضيف كل هاي الامور او تعرف تفاصيلها. اكتبهن يمك بصفحه الوورد واكتب معانيهن واكتب بصفهن القيمه اللي انت تريد او اللي انت ده تسوي او تشتغل عليها، يعني حتى القيمة الثابتة الخاصة بهذا السد. لكل سد راح يكون فولدر خاص بالوورد. فبعد ما تكمل عملية الـ يعني الفولد لهذه الحقول مثل ما نلاحظ نقول له edit او save edit لكل فقرة من هذه الفقرات الثلاثة. اذا اللايك ووتر كواليتي داتا مو شرط تشتغل عليها، اذا انت ما عندك اهتمام بنوعية المياه يهمك النوع الاول والنوع الثاني، تقول له لكل فقره تشتغلها سيف اديت، بعدين تقول له اكزيت خروج من هنا. يكون بهاي الحاله حفظ لك البيانات او الملفات الخاصه بالريزرفوار، فبعديها تقدر انت تنتقل للرن وتسوي رن للبرنامج. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم مفيده ان شاء الله وضروريه جدا، يعني تخص بال
how to control يعني simulation control and storage project of a study area. لأن قليل جدا لاحظت من خلال الانترنت انه احد يتطرق الى هذه الامور، يشرحون الامور الرئيسيه الخاصه بسوات بروجكت ووتر شيد ديلينيشن، هاي كلها موجوده ضمن سلسله السوات اللي احنا شارحينها، الهيدرولوجيك ريسبونس يونت والانبوت داتا اللي الوذر داتا وشلون اسوي لها اذا ابديت، وكذلك الداتا بيز هنا قله يدخلون على هذا البرانش. هذا البرانش دائما احسه مظلوم يعني نوعا ما، يعني دائما يلجؤون الى ابسط تفصيل، فهذا راح يفيدكم جدا اذا كانت عندكم سدود، اذا كان عندك الا الديسشارج، واذا كان عندك بوينت سورس من تدخل عليها حتى تعرف مواصفات. هسه انا دخلت على البوينت سورس تمام، من يقول لي ذير از نو، انا المفروض احدد من البدايه بوينت سورس من الووتر شيد ديلينيشن، من البدايه عندي هنا نقطه تغذيه. هسه انا السدود حددت من البدايه من الووتر شيد ديلينيشن، يعني ما يصير انت حاليا تجي وتقول انا عندي سدود، من البدايه من الووتر شيد ديلينيشن من تختارها الاوتوماتيك يقول لك ضيف لي عندك بوينت سورس حدد لي اياها، عندك الا الدسشارج حدد لي اياها، عندك سدود على منطقه الدراسه حدد لي اياها، انا هاي السدود الخاصه بي على منطقه الدراسه. فهاي الشيء كلش هاي المحاضره مهمه جدا وقليل جدا يتطرقوا لها، لانه اغلب الناس يعني مثلا عنده فد وادي معين في صحراء فما يهمه، يعني لا توجد عنده سدود ولا خزانات في هذه المنطقه، لذلك انه ضروري جدا الانتباه الى هذا الموضوع. وإن شاء الله نلتقيكم بمحاضرات قادمة، أي سؤال أو استفسار عندكم نقدر نجاوبكم عليه بالكومنت، أو إذا تحتاجون بمحاضرة نسوي بمحاضرة. محاضرتنا القادمة راح تكون عن السواترة، نلتقيكم بمحاضرات إن شاء الله وأوقات قادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.